it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. مرحبا يا أصدقاء، جيتكم فيديو جديد اللي هو بعنوان غير حياتك إلى الأفضل. هاد لا فيديو خصصتها للشباب والبنات. هاد لا فيديو تحتوي على مجموعة من النصائح، مجموعة من العبارات التحفيزية، مجموعة من العبارات الإيجابية اللي راح نتبعوها، اللي راح تولي طريقة تفكيركم غير إيجابية، راح تتغير طريقة تفكيركم، رايحين تعرفوا قدراتكم، رايحين الأهداف والأحلام اللي كنتوا تحلموا بها حتولي حقيقة، رايحين يعني من اليوم وروح تتبعوا فيديو تتغير حياتكم صح يعني كيما راكم تشوفوا تبعوا لفيديو دركا نشرح لكم خطوة بخطوة وتبعوني. كما راكم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم اللي هي غير حياتك الى الافضل، كما راكم تشوفوا معظم الشباب معظم البنات يعني كارهين حياتهم كما نقولوا بالدارجه حنا، ما هم دايرين والو في حياتهم، قاعدين غير في مواقع التواصل فيسبوك انستغرام تيك توك اللي دات لهم كل الوقت تاعهم، يعني ما قادرين نديروا في هدف، ما يحقوا في نجاح، ما يحوسوا على مستقبل، ما حدش نهارهم غادي يتعاود، ما قادرين نديروا في والو. ما لا من اليوم من هاد لا فيديو لازم كل من الشباب او البنات يغيروا طريقه تفكيرهم، لان طريقه التفكير هي الكل في الكل. لازم يكون عندكم هدف في الحياه، مش بالهدرة بارك كيما نقولوا حنا اني حابة ديك الحاجة، اني حابة نولي هك، اني حاب نشري تاكسي سيارة، اني حاب نشري طوموبيل، اني حاب نشري دار، ولا اني حاب نسافر، ولا اني هك. وانت ما قاعد تدير في والو، لا تمشي قاعد تتعب علىها، قاعدين تهدروا بارك هذا ما كان قاعدين تهدروا بركة. وقتكم كل معظمكم قاعد يضيع في فيسبوك في الانستغرام في التيك توك، يعني أو يعني نهارك قاعد يضيع هكاكا، ولا روتين يعني روتين اليومي نفس النهار قاعد يتعاود، والعمر قاعد يعدي، والعوام قاعدة تروح وتجي. انت مبه ما تزيدوش ضيعوا وقتكم، ونزيدوش ضيعوا فرص اكثر، والعمر راهو يمشي. وش ديروا؟ غيروا حياتكم، يعني ديروا برنامج، يعني الاهداف اللي قاعدين حابين تحققها، الاحلام اللي حابين تحققها، النجاحات اللي حابين تحققها اقلبوها حقيقه. اول حاجه لازم ديجا انت تأمن بنفسك، يعني الثقة في النفس هذه اول حاجة اللي تديروها تحطها في راسكم مليح. لازم تثق في روحك، لازم تكون عندك كونفيونس في روحك، انا نقدر ندير هذيك الحاجة، انا نقدر نغير من هذيك الحاجة، انا عندي المال، انا عندي سوارد، انا المهم عبارات يعني تحفيزية. انت لازم تأمن بروحك، تؤمن بنفسك، لان هذا هو الهدف الرئيسي، يعني الخطوة الاولى بها هي اللي رايح تغير حياتك كاملة. شوفوا معايا هنا بعض التوكيدات اليومية اللي راح تخليك ناجح في حياتك ورايح تأمن بها، راح تكون عندك كونفيونس في روحك. اولا انا احب نفسي، انا اثق بنفسي، انا راضي عن نفسي، انا متحمس لاعيش كل يوم من حياتي، انا اجلب الظروف والاشخاص والفرص الملائمه، انا اجلب النجاح بكل يسر وسهوله، انا اجلب الوفره بكل يسر وسهوله، انا اجلب الحب بكل يسر وسهوله. يعني هذه العبارات كي تحط انت الكونفيونس في روحك، ويعني راضي عن روحك وتحب روحك ومتحمس لتعيش هذيك اللحظه هذاك النهار، رايح وتتلائم مع الظروف والفرص اللي تجيك، ما تضيعهاش وتنجح في حياتك، وتعتمد على خطوات رايح تنجح في حياتك، رايح تنجح ما لا ما تضيعش الفرص، وعندك عبارات ايجابيه رايح نعطيها لكم حتغير طريقه التفكير. ما تحطش في بالك ديما تقول انا غير قادر،
انا سوف افعل، انا ما نقدرش نعمل هذيك الحاجه، انا ما نقدرش ما نكونش هذاك الشخص، لا بدلها، يعني خمم ديما ايجابيا، انا قادر، انا سوف افعل، انا ساكون، فهمتوني؟ ديروا ديما عبارات ايجابيه في حياتكم، حفزوا رواحكم، خموا تاري، لازم تتبدل طريقه التفكير تاعكم، فهمتوني؟ دركا كما راكم تعلموها مكتوبة، هل تعلم إن كنت تريد شيئا بقوة كبيرة وقررت أنك سوف تحققه فسوف تحققه، يجب أن تكون مقتنع إن ما تريده متاح، يجب أن يكون إيمانك أكبر من مخاوفك وأن يكون مفعما بالحماس والإثارة، فهمتوني؟ تسمع أنتم كي تقولوا حابين حاجة، كما راكم تشوفوا كي تكونوا حابين حاجه راكم ديروها وتحققوها، سيرتو كي تكونوا متحمسين لها، ما تتنيكش اول عقبه، يعني اول طيحه راهي ما تفشلكش، فهمتوا؟ ديجا اللي ما يطيحش وما ينوضش وما يطيحش وما ينوضش راهو ما قاعد يدير حاجه، حتى حاجه في حياته. شوفوا الحاجه اللي تجي بالساهل راهي تروح، اما الحاجه اللي تكون طويله راهي تدوم لك. بصح الحاجة السهلة طريق المختصر راهو ما يخرجكمش. دركا انتم لازم تديروا مفاتيح نجاح لحياتكم، لازم كزهول تنوضوا صباح بكري، تبدوا طريقة التفكير تاعكم، تعودوا تخلطوا عباد بيان ايجابيين، عباد يعني اللي ينصحوكم، عباد اللي فيهم صحبة يعني صالحة، فهمتوا؟ يعاونوكم، يخليك ديما متقدم معاه، فهمتوا؟ وما تقارنوش رواحكم مع عباد اخرين، ما تقارنوش روحك بفلان ولا بفلتانة، كل واحد وش عنده، كل واحد وش عنده المميزات تاعو، كل واحد وش عنده القدرات تاعو، كل واحد وش عنده انجازات تاعو، فهمتوني؟ دركا انتم كي رايحين تغيروا طريقه تفكيركم، كيفاه ديروا؟ رايحين تعملوا مخطط، رايحين تعملوا مخطط هذا راح يساعدكم، رايحين تكتبوا فيها الخطوات اللي حابين تعملوها، الاهداف اللي حابين تحققها، وتبدا من اليوم. ما تقولش انا لفيديو دوما اللي تفرجتها مقبل لفيديو دوما متاع هدره بارك الله، وعليه الاغنيه ديما طالعين وديما في القمه، يعني الفرق اللي بينهم وبين الناس العاديين هي طريقة التفكير، هي طريقة التفكير تاعهم. وكاين ثلاث خطوات للنجاح تبعوها، اول خطوة اللي هي غيروا عاداتكم، يعني لهنا العادات اللي هي اللي تحدد مصير كل شخص، يعني العادات الناجحة، العادات الجيدة، اتخاذ القرار، إدارة الوقت، اكل صحي، يعني العادات هذه اللي تدير فيها كل راهي رايح تغير من حياتك، يعني كل شهر او شهرين بنيو عاده جديده. والسر الكل في الخطوات والعادات الصغيره، يعني رياضه، تديروا سبور، قراءه، نوضوا بكري، هادو نظام الحياه. يعني بداوا التغيير، تاني حاجه تغيير اليوم قبل الغد، يعني غيروا اليوم، يعني اليوم غيروه بالغدوة، تفكير أو مشروع أو قراءة أو أي حاجة مهمة تبدأ اليوم قبل الغد. هنا تطوير النفس. ثالثا استثمار الوقت. شوفوا الوقت راهو هو يمثل قيمتكم، استثمار الوقت، وقت الفراغ، تعلم حاجات جديدة، تكوين. وش معناها هنا؟ كما راكم تشوفوا راكم انتم لتصنعوا الفرق بين الانسان العادي وبين الانسان القيادي. درك انتوما اللي قاعدين تحدوا في مصيركم، انتوما اللي قاعدين تتخذوا في قراراتكم، انتوما حابين حياتكم كيما هك، انتوما مشكم حابين تغيروا من حياتكم، انتوما مشكم انتوما ما كانش حاجة مستحيل، ما كانش راهي حاجة اسمها مستحيل. تما هنا الحل كل راهو في يديكم. كما راكم تشوفوا الانسان القيادي وشيهو والانسان العادي وشيهو والفرق بيناتهم. الانسان القيادي راهو عنده اهداف، لديه خطة لكي يصل الى اهدافه. بصح الانسان العادي ليس لديه اهداف. الانسان القيادي
يقرأ كثير ويسمع كثير. الإنسان العادي لا يقرأ ولا يقرأ ويتحدث ياسر كثير. الإنسان القيادي حاول به يطور من نفسه وباه يكسب مهارات جديدة تعاونه للوصول إلى أهدافه. بصح الإنسان العادي لا يطور من نفسه، يبقى كل يوم راهو في مواقع التواصل، راهو في تيك توك، راهو كل يوم نهار وقاعد يتعاود برك، قاعد يضيع في وقته نهار كامل، ساعات ساعات 4 سوايع 5 سوايع، وهو يعدي وكيواله هو في فريت ولا في بلاصتها وقاعد تتفرج. الإنسان القيادي يعطي أهمية كبيرة للوقت ويستثمر كل دقيقة من وقته في يومه، يعني قد يقدم حاجات جديدة. بصح العادي، الإنسان العادي لا يعطي أي قيمة الإنسان القيادي يقرأ قصص النجاح الأشخاص، يعني الناس اللي نجحوا قبله، الناس اللي مرت بمراحل. بصح الإنسان العادي لا يهتم بحتى حاجة، يعني ما يهتمش بالنسبة للناس اللي نجحوا ما نجحوش، يقول لك ديما الماء أو عندهم الصوارد ولا أو زهر، هو هو قاعد برك. الإنسان القيادي يسقط ثم ينهض، يسقط يطيح وينهض يطيح وينهض، لأنه مؤمن بهدفه. بصح الإنسان العادي يحارب مرة أو اثنين ويقول ليس لدي الفرصة، يقول أنا ما عنديش الفرصة ما عنديش الزهر، ويبدأ يتشكى ويدير في الأسباب. بصح به تحققوا من أهدافكم وتطوروا من أنفسكم، تحبوا روحيكم وتحققوا هذا وتتبعوا خطوات وتحققوا فوق. يا شباب يا بنات، من اليوم ما تقولوش ما تقوليش ما عنديش الوقت، ما تقولي أنا مش نحاب ولا أنا مش نحاب. اليوم كي راح تفتح انت البورتابل تاعك رايحين تشاهدوا، يعني تضيعوا غير في وقتكم بارك 3 ساعات 4 ساعات باليوم، وانتم ما تتفرجوا في فيسبوك تيك توك ورك لك، وجات تستعملوا في حاجة ما مهمة ما عليها صار، يعني قد نضيعوا حرام يعني الوقت. قال لي تضيعوا راهو تامين 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 الوقت جدا، تسمى لازم نستغلوه. تسمى دوك به تكون ناجح لازم الإيمان بالنفس، العمل الجاد والصبر والتفائل، وما تستسلمش ما تستسلمش حتى تحقق هداك الهدف تاعك او النجاح تاعك. في النفس ثم ثقه في النفس ثم ثقه في النفس، على خاطر راهي كلش. ثقه في النفس كيما راكم تشوفوا راهي كلش. شوفي انت كي تؤمن بحاجه وتقول انا حاب ندير هذيك الحاجه، ديرها بسيف وما تضيعوش الوقت تاعكم، على خاطر شفتوكم تنوضوا صباح ربي وتهزوا البورتابل تاعكم وتشوفوا هذيك راهي مش حياتك، هذيك قاعد تطلع حياه عباد واحد اخرين على حياة ناس اخرين، حياتك انت. جرب نحي هاد العادة ساعتين ابخي باه تهزوا البورتابل باه تشوفوا وش كاين، استثمروا الوقت تاعكم ما تضيعوه وش كاينه. في الحصص في فيديوهات اخرين ان شاء الله ندير لكم تطبيقات لتغير من حياتكم، تعلم يعني لغات جديدة، نصائح اكتر، نصائح في كيف تديروا مشاريع، كيف تغيروا مستقبلكم يعني. وكما قلت لكم ثم هنا وراهي الفرق الوحيد بين الأشخاص الناجحين والأشخاص الغير ناجحين، هو طريقة التفكير، هو طريقة التفكير تاعكم برك. الأغنياء يفكرون بطريقة مختلفة، يعني لهنا كما راكم تشوفوا ما تخليش الناس يقولوا مش قادر مش هو هكا مش هو هكا، لا ما تحقرش روحك وتقول مستحيل. ربي كي خلقنا وخلقنا يعني كل لدينا قدرات، يعني ربي سبحانه مستحيل يكون غير عادل، يعطي هذا الإنسان حاجة وهذا الإنسان لا، قدرات اللي عندك عنده يعني فهمتوني راهو عادل. تسمى كاينه برك ما تبقيش يعني أكبر غلطة راح تقارن روحك مع واحد أخر وتقيم نفسك. تسمى أنتم درك غيروا طريقة تفكيركم، هداو من اليوم وروح نوضوا باكرا، حقوا ثقة في النفس كما قلت لكم، غيروا حياتكم راهي طريقة التفكير تاعكم، يعني ديما تكونوا إيجابيين، لازم ديما تتفائلوا، نحيوا الحاجات السلبية من مخكم، يعني راهو عندكم قدرات، عندكم يعني أي ألف حاجة، الحل كل في يديكم، ما تقولوش ما نقدرش ما نصير، لا نحيوهم، نحيوا التفكير هذا
درك طور من نفسك واعمل على تطوير النفس هذيك وتوعية يعني مخك وطريقة تفكيرك كيف تحب توصل حاجة ديك بشتى الطرق. ان شاء الله نلتقي في فيديو اخر مع فيديو جديد، وسلام سلام. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه.